محمد عشوب. اهلا بيك يا استاذي. استاذ محمد، كنت في غزه وكنت في زياره يعني مع استاذ عماد اديب برضو. بالظبط. وكنت جعانين بعد يوم شاق طويل. ايوه. وعزمكم على الغداء الرئيس ياسر عرفات. بالظبط. فكنتوا رايحين تتغدوا بقى؟ لا، احنا كنا خلاص التسجيل معاه وبتاع وخارجين نتغدى. فقالوا لا لا لا، سيادة الرئيس في عامل غدا وبتاع. بارك الله فيه يعني. قلنا بس، انا طبعا سمعت كده قلت بقى ده ما شاء الله يعني. فداخل اتغدى بقى، شمر قمامي يعني. فدخلت، انا فاكر قعدت انا وهو والاستاذ عماد والاستاذ كان جمال عنايت والاستاذ محمد الضراوي. كان الصديق الشخصي للرئيس ياسر عرفات وكان مستشاره التموين. التموين. فالمهم لقيت على السفره جبنه حلوم. نعم. حلاوه طحينيه، زيتون اسود. انا قلت يمكن ده المشهيات الابيتايزر يعني. بالظبط يعني. قالوا، فلقيت حد وطى كده في ده، قال لي معلش سياده الرئيس يعني ما بياكلش لحوم يعني، ده الاكل الخفيف بتاعه. انا قلت بيني نفسي انا ذنبي ايه؟ فابتديت انقنق في الزيتون. الزيتون حلو جدا يعني، ما اكلتش في حياتي زيتون اسود بالشكل ده. فباكل في الزيتون، فهو لاحظ ان انا ما باكلش حاجه غير الزيتون يعني. انا في الزيتون، قلت اصبر نفسي لغايه ما اروح. فجاه لقيت ايد بتتحط في بقي، اقسم بالله. فبص لقيت ايد الرئيس ياسر عرفات رحمه الله عليه وبياكلنا حلاوه طحينيه. الله. فرحت فاتح بقي طبعا بسعاده وكلتها. فقال لي هتشوف، عمرك ما هتاكل حلاوه زي الحلاوه الفلسطيني في الدنيا. قلت له طبعا يا فندم، اي حاجه فلسطيني حلوه من ايد السلام عليك. اكلت الحلاوه وخرجت. اول ما احنا خارجين قلت لعماد، قلت له هنتغدى فين؟ انت مش لسه واكل؟ قلت له ده افطار الفجر. وكان حلاوه حلوه؟ قوي، حقيقي حقيقي يعني. ما مش عارف هم عاملينها له هو مخصوص ولا هي دي الحلاوه الفلسطيني فعلا. حلاوه فعلا، حلاوه طحينيه ما اكلتهاش قبل كده. بعض الرسائل بتقول لنا